عندك آلام مفاصل شديدة ومش عارفة تنامي وتعبانة جدا جدا من كتر الآلام، وكمان عندك المفاصل تعباكي وظهرك والغضروف شادد عليكي ومش قادرة تنامي خالص، تعالي هخلصك من كل ده بمشروب بسيط خالص وحاجات طبيعية في منتهى الجمال وحلوة جدا جدا جدا، وكمان هتخفف لك آلام المفاصل والتهاب المفاصل وكل الكلام ده كله. كمان المشروب بتاعنا حلو للغازات والانتفاخات، وكمان آلام البطن الشديدة والمغص والكلام ده كله بيختفي تماما، وكمان مهدي للأعصاب، هيخليكي تنامي نوم مريح وجميل وحاجات طبيعية جدا، يعني ما كلفتناش حاجة خالص واقتصادية، وكمان مشروب سريع هناخده من هنا هنحس ان الوجع خلاص مفيش وجع، لا الام مفاصل بقى ولا غضروف شدد عليا ولا تعبانة ولا اي حاجة. يلا بينا كده نخش على الفيديو ونشوف الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي. يلا بينا. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم وصفه بسيطه جدا جدا لالام الغضروف والمفاصل وكمان التهابات المفاصل، وكل الكلام ده هيختفي تماما، يعني كوبايه واحده بس قبل النوم ان شاء الله هتيعلك كل الالام ده بفضل الله، مش هتعاني تاني من الام المفاصل. طبعا كلنا عارفين ان الام المفاصل مش سايب حد، وكمان الغضروف ووجع وتعب الظهر كل ده مش سايب حد، لا كبير ولا صغير، مش بس كبار السن لا كمان الصغيرين بيعانوا دلوقتي من وجع العظم، وكمان ظهرهم دايما وجعهم، وكمان المفاصل مش سايبه اي حد. ربطي بس كوبايه من المشروب ده يوميا قبل النوم، وداعا بقى لالام المفاصل والغضروف والتهابات المفاصل والكلام ده كله، كل ده هيختفي تماما تماما. بس واسبي على الوصفه اسبوع واحد بس وشوف الفرق، يعني وصفه جميله جدا جدا، ومن اول مره من اول استخدام هتحس بالفرق وهيخف الالم بشكل كبير جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على الوصفه بتاعتنا. بس قبل ما نخش على الوصفه بتاعتنا اتمنى منكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بوصفاتنا الجديده. يلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. اول مكون معايا هيكون النعناع الاخضر بالشكل ده زي ما انتم شايفين، تمام. انا جبت كده كام عود من النعناع اهو، غسلتهم كويس جدا وهبدا احطهم في الكوبايه بتاعتي او المج بتاعي، تمام بالشكل ده. النعناع من الحاجات الحلوه جدا جدا، كمان مش بس كده كمان مهدي للاعصاب بشكل كبير جدا، بيعالج الانتفاخات والام البطن الشديده والمغص والكلام ده كله. النعناع من الحاجات المفيده جدا للجسم، وكمان للناس اللي عندها الكبد، مرضى الكبد حلو جدا النعناع ليهم، وكمان بيهدي النفسيه، يعني النعناع من الحاجات المفيده جدا للجسم، تمام. خدنا كده حبه من النعناع زي ما انت عايزه، عايزاه تقيل عايزاه خفيف زي ما انت عايزه، بصراحه انا بحبه تقيل بيبقى جميل جدا جدا. انا خدت الاوراق كده غسلتها وحطيتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. وهاخد كمان تاني مكون معايا وهو حلو جدا جدا، وهو حبة البركة. حبة البركة من الحاجات الحلوة جدا جدا اللي بتساعد على التمام الالتهابات في المفاصل، وكمان بتعالج لنا المفاصل بشكل كبير جدا جدا والغضروف والكلام ده كله. هاخد كده نص معلقة صغيرة من حبة البركة، ممتازة جدا جدا لألام المفاصل والغضروف والكلام ده، وبتخفف لي من الألام. وكمان حبة البركة من الحاجات الجميلة جدا جدا مذكورة في القرآن كلنا عارفين. كمان هحلل المشروب بتاعي، لو انا مش عايزه احليه مش هحليه، بس انا بفضل احليه بعسل نحل. العسل النحل من الحاجات المفيده جدا جدا للمفاصل، وكمان جميل جدا للجسم، بيرفع المناعه بشكل كبير جدا وبيقوي العظم، فالعسل النحل من الحاجات الممتازه جدا جدا للجسم، تمام. لو خدت الوصفه بتاعتي بالطريقه اللي انا عاملاها ديت صدقيني جميله جدا جدا. هاخد معلقه كبيره كده من العسل النحل بالشكل ده، عايزه تزودي براحتك زي ما انت عايزه، عسل النحل ما فيش منه ضرر خالص، بلا بالعكس بيفيد الجسم جدا جدا، كمان بيقوي المناعه بيرفعها بشكل كبير عند الكبار وكمان عند الاطفال، وجميل جدا. والنعناع من الحاجات المهدئه جدا اللي هتخليكي تنامي نوم عميق ومرتاح، حلو جدا جدا. بس الوصفه دي لازم ناخدها قبل النوم، تمام، لان الام المفاصل والغضروف ما بتسهرش الا قبل النوم، فلازم ناخدها قبل النوم عشان تريحنا ونعرف ننام، تمام. وهاخد ميه مغليه انزل بيها على الكلام ده كله بالشكل ده، انا طبعا غلياها بقالها 5 6 دقايق عشان خاطر فوائد العسل ما تروحش مني بالشكل ده، لازم اغليها كده واسيبها 5 6 دقايق شويه، وابدا اقلب المكونات بتاعتي. صدقيني مشروب لذيذ جدا جدا، طعمه حلو وكمان مفيد جدا جدا. طبعا انا هنا مكتره النعناع، ممكن تحطي 2 عود 3 عود زي ما انت عايزه، انا مكتراه لان انا بحب النعناع جدا، من الحاجات الجميله اللذيذه، وكمان بيبقى لذيذ يعني كده، فانا يعني من الحاجات المحبوبه بالنسبه لي بالشكل ده، تمام.
هبدأ بقى اسيبه كده يعني 5 دقايق، احط عليه اي غطا عندي بالشكل ده، اسيبه كده 5 دقايق وابدأ اشربه. تمام، لازم اغطيه كده عشان الزيوت العطرية ما تضطرش منه بالشكل ده. لازم اخده قبل النوم، قبل النوم مباشرة او قبل النوم بنص ساعة، ما فيش فرق. وبس هو جميل جدا، من اول استخدام هتحس بالفرق وهتحس ان اعصابك ارتاحت، وكمان الالام اللي كان في جسمك بيروح تدريجيا كده، يعني اسبوع واحد بفضل الله مش هتلاقي الام تاني. حاجة جميلة بمنتهى الجمال وحاجات طبيعية، لا خدنا ادوية ملانة كيماويات ولا الكلام ده، حاجات بسيطة جدا وطبيعية، يعني صنع رباني كده، حاجات جميلة جدا. كمان لو انت مش بتحبي تشربي النعناع هقولك تستخدميه ازاي كدهان للمكان المصاب او الالام المفاصل اللي عندك. هتبداي تسلقي، تاخدي حبه من النعناع تغسليهم كويس وتسلقيهم، وبعدين تهرسيهم كده وتضيفي عليهم ربع معلقه من الجنزبيل وتقلبيهم في بعض كويس جدا، وتدهني بيهم المكان المصاب وتلفيه بستريتش بلاستيك وتسيبيه لحد الصبح. برضو ده حلو جدا جدا، بيساعد في الام العظام بشكل كبير جدا، ده لو انت ما بتحبيش مشروب النعناع، انما هو لذيذ جدا. ولو عملتيه بالطريقه دي وحلتيه بالعسل النحل بيبقى طعمه حلو جدا جدا، وكمان مفيد وبيعلي المناعه وجميل جدا وبيهدي الاعصاب. فحاجه في منتهى الروعه وحاجات بسيطه جدا، ما جبناش اي حاجه من بره، من قلب بيتنا عالجنا نفسنا والحمد لله بقينا زي الفل. بقى كده نشربه، جميل جدا ولذيذ، وكمان هيخفف لنا الالام من اول استخدام. جربي كده الوصفه وهتبصي هتنبهري من النتيجه. العلاج بقى ولا ادويه ولا مراهم ولا الكلام ده كله، حاجه في منتهى الروعه والجمال. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو، وكمان تعملوا شير لحبايبكم واصحابكم عشان كله يستفاد. وفي السلام دايما، ختام مع الف سلامه.